بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكرام، في هذا اللقاء الافتراضي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم متتبعينا في هذا الفضاء الأزرق، وأرحب بالمشاركين معنا في ندوة اليوم التي هي في الحقيقة الحلقة السادسة من الندوات الدورية الموسومة برحلات معاصرة قراءات نقدية التي ما شفت تنظمها المغربية الباحثين في الرحلة في سياق مواكبتها للإصدارات الرحلية المعاصرة. وأسعد بأن أكون معكم في هذه الحلقة، وهنا أغتنمها فرصة لكي أشكر الجمعية المنظمة في شخص رئيسها الدكتور بوشعيب الثوري، كما أسعد بأن أسير هذا اللقاء الذي يجمعني بثلة من الدارسين من داخل المغرب وخارجه للنظر في 5 رحلات، منها التي كتبت بأقلام مغربية ومنها ما خطتها أنامل عربية. ولما كانت الرحلة صيداً عصياً على التجنيس تتنازعه أنواع كتابية كثيرة من مثل السيرداتية، تاريخ، الأدب الجغرافي، وهذا ما يضفي على البحث في الرحلة مشروعية علمية من شأنها الكشف عن بعض خصائصها المميزة.